مرة أخرى النهاردة الاتحاد الدولي لكرة القدم بيتغنى بإنجازات قائد النادي الأهلي حسام عاشور اللي احنا هنيناه الساعة 12:05 كده على الهواء مباشرة امبارح، قلنا له كل سنة وانت طيب، 33 سنة وعنده من البطولات أكثر من أندية كثيرة جدا جدا حسام عاشور، ربنا يديله الصحة، واحد من أفضل وأهم اللاعبين المتواجدين في النادي الأهلي. هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم قائد النادي الأهلي المصري حسام عاشور بعيد ميلاده 33 الذي يحتفل به اليوم. قال الحساب الرسمي للاتحاد المصري الرسمي للاتحاد الدولي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تمنياتنا بعيد ميلاد سعيد للقائد حسام عاشور الذي يتم 33 سنة اليوم. ده زي ما حضراتكم شايفين تويتر اللي عملها الاتحاد الدولي لكرة القدم على صفحته على تويتر. أكتر من 500 مباراة وأكتر حسام عاشور طبعا أكتر من 500 مباراة، حقق بطولات كتيرة مع النادي الأهلي، صاحب الأرقام القياسية في عدد المباريات الملعوبة في كأس العالم للأندية والفائز فيها بالميدالية البرونزية. كل سنة وأنت طيب. خلينا نروح نشوف فيديو عمله عمرو جمال ووليد سليمان وحسام عاشور أو تهنئة لحسام عاشور. خلينا نروح نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل مع حضراتكم. كل سنة وأنت طيب عاشور. صباح الخير. حابين نقول لكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن حسام عاشور كل سنه وهو طيب، وعقبال طيب امور حبيبي، وعقبال مليون سنه ان شاء الله كلها بطولات وبطولاتك تكتر وتكتر، مش عارفين تكتر هتروح فين. لا 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 ما تقلقش هتكتر وتكتر ان شاء الله. كل سنه وانت دايما مسمار وعقبال مليون سنه، وان شاء الله السنه دي نتوج ببطوله افريقيا وترفع كاس افريقيا عاشور والدوري ان شاء الله، ونتمنى الماكسيم ان شاء الله باذن الله تعالى الفرقه النهارده، وربنا يرجعكم بالسلامه منصورين، ويا رب جمهور الاهلي يكون سعيد ومبسوط، واحنا من غيركم كجمهور الاهلي احنا من غيركم ولا حاجه حبيبي يا وليد. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. والله بص انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، يعني حاجه تبسطني خالي خالي يا صالح، حاجه تبسطني والله وتفرحني. عايزين بس ان كابتن صالح جمعه عايز يقول حاجه. تعالى يا كابتن صالح، النهارده بعد التمرين وتعبان. صالح بعد الخسسان مش بعد الخسسان، الالتزام صباح الالتزام. كل سنه وانت طيب يا كابتن عاشور، وعيد ميلاد سعيد عليك. يا رب يدوم الضحكه دايما وتفضل ضحكه لاعبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين حاجه جميله جدا، حسام عاشور، عمرو جمال، وليد سليمان، صالح جمعه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده تحديدا في مباراه مهمه جدا جدا جدا. خلينا زي ما قلنا لحضراتكم هنتابع من